مفيش مفيش حد زينا. العيال مع بركة خويلة احنا على الهوا. طيب احنا على الهوا. جاهزين؟ جاهزين؟ جاهزين. قولوا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب اقول كلمتين ونرجع. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يرحم موتانا ويشفي مرضانا ويرضى عننا اجمعين ويرزق الناس كلها الستر والصحه والخير وكل حاجه حلوه. قولوا يا رب. يا رب يا رب. عشان ما نطولش كتير الفقره دي ان شاء الله برعايه كارما جروب. كارما جروب كويس عشان ما نتكلمش في الموضوع كتير عشان معايا بقى بنتين. يا ولا بقى يا ولا كده بقى يا ولا حاجه كده. يعني ايه يعني عشان ايه؟ مساء الخير. مساء النور. ابدا مع مين فيكم؟ يا لهوي يا لهوي. استنوا 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 استنوا. اتفضل يا جميل. شكرا. يا ولا يا ولا ميرسي. انت ميرسي. شكرا. اولا انا مبسوط ان انا شفتكم بصراحة. واحنا كمان مبسوطين او ان احنا مع حضرتك. بجد احنا مبسوطين. قربي بس المايك. احنا خلينا نتفق اتفاق. ايوه كده نتكلم يبقى المايك كده. مين فيكم اللي مبسوط بقى عشان اعرف؟ احنا اتنين. انا اللي مبسوطه اكتر. انت مبسوطه اكتر؟ طب ابدا اتعرف بيكي الاول ولا اتعرف باختك الكبيره الاول؟ يا لهوي اقفلها بقى. لا ممكن. عشان ده انا بحب الادب. احنا بنبدا من الكبير للصغير. طيب عرفنا بقى بيكي اسمك ايه؟ اسمي كارما. عندي كام سنه يا كارما؟ 10 سنين. صدقت فاجئت ان اسمك كارما. بجد؟ ما كارما جروب. ما سميتها على اسم كارما جروب. لا والله. بتقولي للناس اسرار. انا ما كنتش عايز ارجع لكارما جروب. انت بترجعيني لكارما جروب. خلاص. ده كنت لسه بقول يعني قلنا اسم الفقره برعايه كارما جروب عشان ما نتكلمش في الموضوع ده عشان اعدي الحته دي. طب انت عارفه ان كارما جروب على اسمك؟ اكيد مش محتاجه ذكاء يعني. صح. طيب قولي انت كام سنه؟ عندي 10 سنين. هاو اولد ار يو؟ اي هاف 10 ييرز اولد. اذا انا اتكلمت انجليزي؟ yeah. الله اكبر. كرسي الانجليزي شغال. الصلاه على النبي عليا. والله الحمد لله اللي بديه كده الكرسي شغال. طب مش تقولوا يا جماعه اللي انا بقيت ذكي كده. الله اكبر عليا. طيب قولي لي هسالك سؤال. اوكي. فكري فيه لحد لما ارجع لك. هتعرف على اختك وارجع لك بس فكري في السؤال ده. قشطه. ليه كوكب زحل بيزحلق؟ فكري فيه لحد ما اجي لك. ارجع لك تاني. ازيك؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. يا جماعه ما تطلعوا البنت. انتوا مطلعين انا؟ ما تطلعوا البنت يا جماعه. القمر ده وجايبين انا يا عم. قمر ايه بقى؟ اسكت بقى. طلعوا لنا البنات الحلوه. يا ولا يا ولا. عامله ايه؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ عليا احمد. كاني ما اعرفش يعني. عندك كام سنه؟ 7 سنين. 7 سنين؟ How old are you? I have 7 years old. What's your name? عليا احمد. الله اكبر. والله الكرسي شغال. طيب قولي لي هسألك حاجة صغنونة كده. انت مبسوطة اللي انت جيتي معايا النهاردة؟ جدا. بجد؟ جدا. ليه بقى يا ترى؟ عشان برضه أول مرة أشوف ممثلين. يعني انت مبسوطه عشان اول مره تشوفي ممثلين؟ لا هي لا مش مبسوطه عشاني. مبسوطه عشاني المايك. مبسوطه عشاني. احلفي والله. مبسوطه عشاني. قولي انا مبسوطه عشان انا جيت شفت بركاتكم. ايه لا معلش عشان التاريخ يشهد بس. انا مبسوطه ان انا شفت بركاتكم. ايه بركاتكم؟ او كتة. لا يا ولا يا ولا. والله العظيم مدلعني. طيب اروح كده الجنب التاني ثانيه كده. يلا يلا يلا. انت ما تعرف تجاوب
لما نشوف هتجاوب ولا لا. السؤال بقى، ليه كوكب زحل بيزحلق؟ عشان لا هي بقى اللي تجاوب، انا جاي لك استني بس. ها عشان دايما بيتزحلق. مين اللي بيتزحلق؟ كوكب زحل. مين اللي بيتزحلق؟ معلش. كوكب زحل بيزحلق ايه؟ بيزحلق نفسه. بيزحلق نفسه. متأكدة؟ هل إجابتك صحيحة؟ طيب تردي على السؤال ولا أسألك سؤال تاني؟ سؤال تاني. أسألك سؤال تاني بس يبقى في الكواكب برضو بالمرة. لا. تمام؟ مش عايزاه في الكواكب؟ أوه. متأكدة؟ أوه. طيب ليه البرجر، عارف البرجر؟ اللي هي ال... بتاكليه. أنا ما باكلوش خالص. طيب. إيه؟ إيه؟ المايك. ليه؟ يا جماعة بعد كده المايكات يا جماعة، عشان أنا طول الحلقة أقعد أقول للعيال المايك المايك. أهو أهو أهو. لا مش أنا مش بقول لكم أنتوا، أنا بقول للقسم الإعداد جوه بعد كده يعمل الموضوع ده. طيب هسألك، عارفة البرجر، ساندوتش البرجر، تمام؟ ليه دايما لما بيجري في السباق بيكسب؟ عشان هو قوي. قوي؟ متأكدة؟ اه. راجع نفسك. بصي هات شعرك كده عشان تطلعي. أيوة كده يا ولا كمان. اه كده قمر، بس كده قمر. عارفة ليه بقى؟ زمان كان شعري أخضر وعينيا خضرا برضو. إيه ده؟ إيه الرياكشن؟ في إيه؟ عالية. إيه الرياكشن اللي بصيت فيه؟ لا لا لا. أنا كنت زمان، اسمعي بس أفهمك المعلومة. يلا يا علي. بس أنت معترضة ولا إيه؟ أصل الرياكشن ده معترضة؟ لا. أحكي لك القصة. أنا كنت زمان يعني كانت عينيا خضرا، كنت أمور جدا بسم الله ما شاء الله عليا، كنت لسه مستحمل. ولسه أمور. يا عيني. والله بتحرجيني يعني. طب خدي سؤال تاني، سؤال تاني، سؤال تاني. أنت معايا؟ أه. لو طلع لك دلوقتي أنت مثلا في البحر، طلع لك سمكة قرش، هاو كده. تمام؟ قالت لك أنا عايز آكل، تأكليها إيه؟ أكلها السمك النايم، هي بتاكل كل حاجة. يعني هي بتاكل كل حاجة؟ مش بتاكل كل حاجة. السمك الني دايما بياكل. السمك الني؟ في يا جماعة أنتوا جعانين ولا إيه؟ لا الشارك يعني بياكل دايما السمك عامة عامة. السمك الني. السمك اللي هو بيعوم ده الصغير ده. هو في سمك مش بيعوم؟ لا. ولا في سمك بيطير؟ لا لا في سمك ما بيعومش. ليه بيغرق ولا ايه؟ زي السلطعون. اه ده ما بيعومش، ده بيغرق على طول. اه يروح ناطط في الميه غريق. وتعبان. ماله التعبان؟ تعبان البحر. لا التعبان بينزل في البحر. بينزل؟ اه. في تعبان مائي وفي في تعبان. نوع من التعابين مش بتنزل البحر عشان بتخاف. بتخاف من الميه. اه. وفي نوع المايك، اجي امسك لك المايك، اخلي الفقره كلها امسك لك المايك كده. اتفضلي يا فندم اشرحي. في نوع من التعابين مش بتحب الميه. حلو. عشان بتخاف. من مين بقى؟ من القروش. اه من القروش، احنا اصلا كنا بنتكلم على القرش اصلا. اه. اه ماشي اوكي تمام. وفي نوع تاني بيحب الميه قوي عشان مش بيخاف من القروش. صح. القروش هي اللي بتخاف منه. بتخاف من التعابين. اه. يعني القرش بيخاف من التعبان؟ اه. بس التعبان اللي مش بيحب ينزل الميه القروش بتاكله. بتاكله هم يا جماعه. ممكن هو ممكن في انواع التعابين اللي هي بتلسع دي. اه في نوع تعابين بتلسع بتحب الميه ومش بتحب الميه. بس ممكن تبقى مصممه يعني مثلا يعني لو القش لو تتكلم بقى. استني بقى انت يا استاذه مش راضيه تخليها تتكلم ليه؟ سيبها تتكلم. مش عايزاها تتكلم ليه؟ اديها فرصه. اتفضلي. زي مثلا كاننا ما عملناش كده كده. سامعني؟ اتفضلي. في انواع من القروش بتاكل التعابين بس بس ولا مسممه ولا كهرباء ولا بتعمل كهرباء عشان نوع من التعابين دي سهله فريسه للقروش. حلو. في انواع من التعابين اللي بتعمل كهربا دي. اسالك سؤال حضرني دلوقتي. يعني جه في دماغي في الذاكره حضرني. تمام. يعني هو نزل كده عليا. ايوه فاهم قصدي. أيوة. اخر مره اكلت فيها مغات كانت امتى وبكام؟ مغات
انا ما كنتش مخط اصلا. ليه؟ عشان غلط انا مخط اصلا. احنا عندنا انامي الفول كده المايك. عندنا انامي عشان انا اصلا ما بحبهاش. ما بتحبيش المغاد فما اكلتهاش؟ طب استني كده نشوف. المغاد دي يعني انا عندي حساسيه منها. مش حساسيه، بكرهها. حساسيه. واصلا انا عندي انامي الفول. انا وكرم انامي الفول. يعني ما بناكلش مثلا زي ولا زي الطعميه ولا الفول ولا اي حاجه من دول. طب ايه اللي دخل المغاد مع الفول؟ عشان احنا بنكره. طيب بنكره. انت عارفه ايه اصلا المغاد؟ هي بسألها بقى. استني بقى، استني ما تغشهاش. عارفه ايه المغاد؟ عامل زي اللي انت عندك حساسيه منها دي. ايه بقى المغاد دي؟ عامل زي الكوكعه كده. الكوكعه. استني بس على المغاد عامله زي الكوكعه. وبعدين اوصفها لي. يعني انا ما شفتش المغاد غير مره واحده بس. حلو. وانا صغيره. ما انت لسه صغيره يا قلبي. وهي صغيره كانت عندها 5 سنين. استني بس عليا، انا لازم اعرف قوقعه المغاد دي كده. المغاد يا جماعه، المغاد دي مقوقعه. شفتها فين بقى اخر مره؟ وانا صغيره كانت ماما بتعملها لي. هات شعرك بس كده. يا ولا يا ولا. وانا صغيره كانت ماما بتعملها لي. اول ما دقت طعمها ماما مش عارفه ان انا كنت عندي انيميا من المغاد. راحت دوقتها لي، اغمى عليا ودوني. بسم الله عليك. ده انا كنت لسه بيبي. كام سنه يعني؟ سنه. نص سنه. نص سنه يعني عندك 6 شهور بالظبط. وراحت ماما مدوقتي المغاد. فراحت انت المغاد دي ده. اول ما لساني حط عليها وانت عندك 6 شهور. اكني مت. بسم الله عليك. بسبب المغاد. ماما دي شريره قوي. لا ماما مش شريره خالص. لا شريره ازاي تاكلك مغاد وهي عامله زي القوقعه وانت عندك 6 شهور وتجبرك تدوقي المغاد؟ مش بتجبرني، انا قلت لها يا ماما. انت قلت لها، خلي بس المايك كده. انت قلت لها وانت عندك 6 شهور وانت على ايديها كده لسه بترضعي. قلت لها ماما عايز اكل مغاد. انت قلت لماما وانت عندك 6 شهور. قلت لماما وانت عندك 6 شهور عايز اكل مغاد. طب ما تكبري نفسك سنه، يعني خليها عندك سنه بدل 6 شهور. يلا قول بقى كان عندك سنه وقلتي لماما ايه؟ قلت لماما يا ماما. لا قولي، قلدي نفسك وانت عندك سنه. لا هو انا اقول الحقيقه؟ لا استني بس انا جاي لك. قلدي نفسك وانت عندك سنه قلتي لماما ايه؟ قلت لماما. لا قلدي بقى، كنت بتقلدي. ما انا لسه. اتفضل. قلت لماما يا ماما عاوزة اكل مغاد. هعيط. راحت عملت لي المغاد. بس هي اصلا كانت مش عارفة اللي انا عندك حساسية من المغاد. ولا حد عارف. ولا حد. انت اللي كنت عارفة. انت الوحيدة اللي عندك سنة وعارفة. ولا انا كنت عارفة. امال مين اللي كان عارف؟ هو ربنا انزل عليها كده. هو ربنا من عنده. ربنا وهي عندها سنه راح. لا امال مين؟ لا هي اصلا يعني ايه، ما كناش نعرف. ما كناش نعرف ليه عندها حساسيه من المغاد. عليا اصلا شافت المخاد ده. وهي كانت عند خالته اساسا. عند خالته اصلا. دي الحقيقه بقى. دي الحقيقه. يعني هي كانت عند خالته وهي عندها 6 شهور. خالته كانت بتعمل مغاد. فهي شافت المخاد قالت لي لا انا مش عايزاها. هي قالت لك وهي عندها سنه او 6 شهور. امال مين؟ عليا كانت لسه كانت 7 سنين برضو. والكلام ده من امتى؟ كان تقريبا الشهر اللي فات. بيبي. لا يا كرمى. لا يا كرمى كانت بيبي. كنت بيبي. انت ناسي يا كرمى. انت ناسي يا كرمى. طب يا كرمى، هي بتقول لي المغاد مقوقعه وعندها حساسيه منها وهي عندها 6 شهور. قالت ماما اديني اكل المغاد. حلو. انت بقى اوصفي لنا المغاد ايه؟ المغاد؟ وصفها لي كده. هي حاجة بتتشرب. خليها بس المغاد. المغاد دي حاجة بتتشرب. حلو. بنشربها ليه بقى؟ مش عارفة، بس يا ماما بتقولي اشربي مغاد، قلت لها يا ماما مش قادرة. أنا عندي حساسية. حساسية. قلت لها عندي حساسية. لا. أنا عندي أنيميا فور بس ما عنديش حساسية. حلو. ده عامة. و المفروض ان انا اصلا هي ماما بتقولي ده مش غلط عليك يا كارما. صح. لا بتقولي كده مش غلط عليك يا كارما. صح.
لا هي طب مش غلط قوليلي ماما عليك كده بتقولي هي ازاي؟ هي قالتها طب كده. استني بس، استني على اساس انا والله هخليكي يا علي استني. انت قولي ماما قالت لك ازاي عشان هخلي عليا دلوقتي تقول قالت لك ازاي. يا كارما دي مش غلط عليكي كده. طيب قالت لك ازاي؟ يا اتفضلي حقك عليا، قولي ماما قالت لك ازاي قالت لي يا عليا هي مش غلط عليكي. بس كده. هو احنا عادي وهي كانت مش عارفة يعني. طب سؤال فني، سؤال فني بسرعة. فني؟ اوكي. لو عايزة توجهي رسالة توجهها لمين بسرعة وتقول له ايه؟ اوجهها لصاحبتي. هتقولي لها ايه؟ بص لكاميرتك وقولي لها طبعا كاميرتك اهي. اتمنى ان هي تكون متفرجة عليا دلوقتي، واتمنى لها كل الخير يا رب يا يا رب رب ان شاء الله، واديها الصحة يا رب. يا تسلمي، رب. رساله حلوه منك لصاحبتك. وانت بصي لكاميرتك لو عايزه توصلي رساله لحد تقولي ايه؟ انا اوصل الرسالة ديت لروفين لجدتي، حلو، قصدي روفين. وقفت جدتك في ثانيه عشان ماشي اتفضلي. روفين احب يا روفين اللي انت تكوني بخير، يعني احب اللي انت تكوني طلعتي من المستشفى. الف سلامة عليك. انا متاثر باحاسيسكم بمشاعركم، بس يعني انت كنت هتوصلي رساله لجدتك الاول، قولي لي كنت عايزه تقولي لها لجدتك الاول. يعني انا متشكره لجدتي اللي هي يعني خلتني اللي انا اكبر، وانا يعني طيب دي رسالة طبعا لتيتا بابا وتيتا ماما صح؟ لا لتيتا بابا الاتنين؟ الاتنين 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 عامة الاتنين. طيب يعني الرسالة دي للاتنين. طب قولي لهم الاتنين انا بحبكم، ايه رأيك؟ بصراحة يعني كده من قلبي بحبكم. يا لهو على الحب. اطلع فاصل يا محمد وان شاء الله نشوفكم في حلقة تانية، قولوا ان شاء الله. ان شاء الله. اطلع فاصل يا محمد وقت للعيال اللي بره عشان قاعدين ما تعشوش. بعد ولا ايه؟ لا هاتلك مثلا بالليل قبل ما تنامي مثلا. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم انا الاصدقاء، انتوا وحشتوني جدا جدا فوق ما تتخيلوا جدا يعني. فاحنا لازم نعمل المسير دي بطريقه حلوه. ليه؟ الحاجه لما بتيجي تتبل الطبقه اللي بره اللي تتبل، لكن اللي جوه لا. حط 10 نقط. 10 نقط؟ انت طيبه قوي يا ست. حرب الاكل في التجارب. لا لا اكيد لا اكيد لا يعني اكيد لا. هما طيب. تجربتين حلوين جدا وسهلين. جيبوا معانا في حلقه ان شاء الله صح؟ رجع اتكلم كده. الميه الجزيئات بتاعتها اتفكت من بعضها، فالفلفل راح معاها، جزيئات بعدت عن بعضها اتكسر. يا جماعه اكسكيوز مي وانا ميت اوت جو تو التواليت. ايه لا ما احنا لازم يعني صعب يقولها على طول بسرعه. حلو قوي. متنفذه، كنت متعصبه وكنت مش طايقه نفسي اصلا، والمشكله ان في تراب دخل في عيني وفي شعري وفي هدومي وفي كل انا حتة. قلت كله يقفل عيني وبق الكبريت اولع في الاخر بحاجه. لا انا لسه هتعلم يا جماعه، وانا لسه هتعلم. انا هقول لك التجربه ان دي تظل المنافسة الشديدة اللي بنشوفها في سوق الملابس، ومن ضمن اللي بيساعد في الدعاية للملابس وخصوصا للأطفال الموديل. دلوقتي تقدر تعمل اعلان منتجاتك بشكل مختلف من خلال مودلز اطفال مدربين على اعلى مستوى. تحت إدارة المخرج بركات كويس. يعني انت شايفه ان انا عملت وقت كتير وما عملتش وقت كتير معاك صح؟ طب انا هعمل وقت كتير معاكم ان شاء الله،
وبعدين احنا عادي ممكن نعمل حلقه تاني وتالت ولا على القهوه. على القهوه اجري. مساء الخير. مساء الخير. رجعنا لكم. هبدا معاك عشان انت كنت بتتكلمي. ازاي؟ الحمد لله. عامله ايه؟ بص لكاميرتك اهي. عامله ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. وحشتيني كتير على فكره. انت كمان. قولي للناس اسمك ايه وعندك كام سنه؟ 6 سنين. اسمك ايه؟ لما. لما؟ اسمك حلو. انت كنت معانا في حلقه قبل كده طبعا. ولسه لينا حلقات مع بعض. قولي ان شاء الله. ان شاء الله. يلا اتعرف على زمايلك وارجع لك. هلا والله. اتاخرتي ليه؟ اتاخرتي ليه؟ اصل احنا فوتنا اللفه وفضلنا نلف حوالين نفسنا كتير. شوفي قولي الحقيقه. مش بابا يقول لك التسريح؟ ها معلش ادي المايك لمين عشان هنمشي كده. ما احنا اتاخرنا. انت قلتي الحقيقه. هاجي لك تاني. ازيك؟ كويس. عامله ايه يا مينا؟ كويس. انا عارف ان انت نفسك تطلع ظابط صح؟ ايوه. احكي لي بقى ليه عايز تطلع ظابط؟ زي جدو انا كمان عشان ايه؟ زي جدو عايز اطلع كده كمان. والله؟ يعني انت عايز تطلع ظابط عشان جدو. طب قولي بقى بسرعه اسمك وسنك وعندك كام سنه؟ اسمي مينا. وعندي كام سنة؟ عندي 12 سنة. ما شاء الله. طب انت عارف احنا بعد ما نصور هنروح فين؟ موديل. يا ولا يا ولا مصحصح. ادي المايك. صباح الخير. صباح النور. عاملة ايه؟ الحمد لله. وحشتني كتير. انت كمان. قولي لي بقى اتأخرت ليه؟ الطريق كان زحمة وكمان فضلنا نلف حوالين نفسنا ولما جينا برضو التصريح. برضو لفيت حوالين نفسكم لما جيتوا عشان التصريح. كده يبقى بابا بيقول الحقيقة. براءة. طيب بصي بقى لكاميرتك وقولي عندك كام سنه واسمك ايه؟ كاننا ما نعرفش بعض. قربي بس المايك منك. انا اسمي فريده وعندي 7 سنين. ازيك يا فريده؟ عايز اقول لك اتاخرت ليه تاني بس بعدين. ادي المايك لاختك الصغنن بتاعنا. ازيك؟ ازيك؟ لا بصي كده للكاميرا وانت بتتكلمي. ازيك؟ الكاميرا مش الشاشه. الكاميرا اهي. ايوه كده. ازيك؟ ازيك؟ عندك كام سنه؟ 4. 4؟ استنى. هاو اولد ار يو؟ 4. برافو عليكي. سقفوا لها يا جماعه. شطوره. انا مبسوط ان انت خدتي بالك. طيب هروح لساره وهاجي لكم. تمام. ادي المايك لساره. يا ساره ازيك؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. بصي لكاميرتك هنا. بصوا يا جماعه الناس اللي بتتفرج علينا اعذروني اللي انا بقعد اقول كل شويه الاطفال بصوا لكاميرتك عشان انا هدفي ان هم يتشافوا وانتوا تعرفوهم اكتر لان دي اهم حاجه عندي اكتر من انا نفسي يعني. ساره انت مش بتبصي لي ليه؟ انت مش بتقدريني؟ عامله ايه؟ الحمد لله. بصي بقى لكاميرتك كده. عرفي الناس دي كاميرتك. اهي يا ساره. اهي يا ساره. اهي اهي دي. عندك كام سنه؟ انا عندي 10 سنين. ايه ده مش كانوا 11؟ ولا صغرتي؟ انت عارفه نروح فين بعد ما نصور؟ نروح عرض الموديل. فكولي المايك. فكولي المايك. كربتوني فيه قبل كده. عشان تعرفوا دلوقتي لما اكون مش مربوط من الكرسي بقوم عادي وما بيهمنيش. الصلاه على النبي عليا. طيب ادي المايك للمى. لمى انت كنت عايزه تغني حاجه؟ اه. عايزه تغني ايه؟ اي حاجه. طب غني لنا حته كده. ها يا ولا. يا ولا. طيب بص. طيب لو عايزه توصلي رساله لحد زي ما احنا عملنا في الفقره اللي فاتت توصلي لمين رساله وتقولي له ايه وبصي لكاميرتك ايه؟ اوصل لماما. هتقولي لماما؟ انا بحبها قوي. بصي للكاميرا ايه؟ ان انا بحبها قوي. تمام. وايه كمان؟ بصي لكاميرتك عشان تشوفي. انا عايزاها تفضل معايا يا كل ما اجي هنا وتيجي معايا كل يوم هنا ان شاء الله. احنا بنقول لمامة لمى ان شاء الله في كل مره تيجي هنا تيجي مع لمى ان شاء الله. خلاص اتفقنا. طب بتحبي مين تاني؟ تيتا. تيتا. ومين تاني؟ جد. ومين تاني؟ بابا. ومين تاني؟ جد بابا. بابا انا بقول ومين تاني مش هتقولي انا يعني مش هتقولي بركات كويله. ايه الحركه؟ ومين تاني؟ بركات كويله. ايوه كده. برافو. ادي المايك لمينا. ازيك يا مينا؟ كويس. عامل ايه؟ قرب المايك سنه كده وبص كده للكاميرا. هسالك سؤال. كوكب الارض بكام دلوقتي في السوق؟ كوكب الارض الكل. الايه؟ الكل. انا ما اعرفش. لا بكام؟ عمل سعر وكام دلوقتي في السوق؟ 100 جنيه. الكوكب الارض ب 100 جنيه؟ بكام؟ قول. ما اعرفش. يعني ب 100 120 كده؟ مليار. طب قرب المايك كده. طب عرفت منين ان كوكب الارض ب 100 او بمليار يعني؟
عشان مصر كلها، الصين كلها مليار لا، بكام فلوس كوكب الارض سعره كام في السوق دلوقتي؟ واحنا هنبيع كوكب الارض؟ اه ليه لا، لو بعناه بيعه ب 2 جنيه شكرا يا بحتة ربي. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كويس. انت بالنسبه لك برضو لو هتبيع الارض، كوكب الارض ده هتبيع بكام؟ بس بصي لكاميرتك. 1,000,000 جنيه. ليه بقى؟ عشان هو كبير. كوكب الارض كبير، فعشان هو كبير هتبيع ب 1,000,000 جنيه. طب هسألك سؤال، لو مثلا في حد مش عايزينه يقعد معانا في كوكب الارض كده، مين مثلا اكتر حاجه سواء حيوانات او حاجه نفسك ما تبقاش معانا على كوكب الارض؟ ايه؟ ايه الحاجه اللي مش عايزاها تبقى معانا على كوكب الارض؟ المطر. ليه؟ المطر. علي صوتك شويه. المطر. مش عايزه المطر يبقى معانا على كوكب الارض؟ طب وده هنشيله ازاي؟ ما هي كده كده النطره بتنطر على الكوكب. هنعمل ايه؟ نحل المشكله دي ازاي؟ ما اعرفش. ما تعرفيش؟ طب لحد لما تعرفي هعمل حاجه بس، عشان معلش انا النهارده مش شبطني في الكرسي. ايوه يا واد يا ولعه، خد يا ساره. معلش انا يا جماعه من زمان نفسي اعمل الحركه دي. اتفضلي. ايه صباح الخير، عامله ايه؟ الحمد لله. ايوه كده، من زمان نفسي اقف كده. انتوا مش جايبيني ليه وانا واقف يا جماعه؟ يا جماعه جيبوني وانا. ايوه كده، حسوني ان انا فعلا اتفكيت من الكرسي. اتفضلي يا قلبي. ابا با 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 با. اتفضلي يا جميل، دايما على طول ربطني في الكرسي. النهارده مش مربوط، اديني بقى اقوم اقف كده واعمل مجال يعني. عاملين ايه؟ ادي بقى المايك لاختك. ازيك؟ ازيك؟ عامله ايه؟ كويسه. هاو اولد ار يو؟ فور. برافو عليك. انا كنت بتاكد بس اشوفك ايه، حافظه انجليزي ولا؟ وبرده بجرب الكرسي بتاعي. عايز اسالك سؤال، ممكن؟ ممكن. ممكن اسالك سؤال ولا مش ممكن؟ ممكن. ولا مش ممكن؟ ممكن. طيب بصي لي بقى هنا وبعد كده هخليك تبص لكاميرتك. ركزي بقى في السؤال، ركزي في السؤال. الجبنه اللي هي اللي هي من البقر اصلا، تمام؟ الجبنه دي بتتعمل ازاي؟ احكي لي كده، الجبنه دي بتتعمل ازاي؟ بيحط قمح. قمح لونه، قمح نونو اصفر. اه. ما بيحطه في المكنه يطلع يبقى جبنه. جبنه؟ لا، قولي بقى القصه تاني كده بهدوء. بص لكاميرتك كده، هسالك السؤال. حلو كده، بص لكاميرتك. يلا هسالك السؤال وقولي الكلام ده تاني عشان يبقى صوتك واضح، تمام؟ بس بعدي بقك شويه من المايك وعلي صوتك. يلا، الجبنه بتتعمل ازاي؟ بيجيبوا ملح. ملح ولا قمح؟ انت قلتي قمح. اه قولي بقى كده، الجبنه بتتعمل ازاي؟ بيجيبوا قمح. حلو. وبيحط شوف المكنة يطلع جبنة. برافو، سقفولها. السؤال بقى، مين اللي علمك المعلومة دي؟ انت قربي المايك، انت اللي عرفتي المعلومة دي؟ محدش علمها لي. يعني انت اللي اتعلمتيها لوحدك؟ يعني انت اللي عرفتي ان الجبنة بتتعمل من القمح؟ اه. انا بقول لكل الناس اللي بتتفرج علينا عشان تبقوا عارفين المعلومات القيمة دي، الجبنة بتتعمل من القمح، تمام؟ طب ادي المايك كده لاختك. ايه رأيك في الكلام ده؟ قربي المايك. غريب. غريب؟ امال الجبنه بتتعمل ازاي؟ بتتعمل من اللبن ويتحط عليه كريمه. كريمه؟ ليه بقى بيحطوا كريمه؟ عشان تبقى زي الجبنه. تبقى زي الجبنه. برافو يا جماعه، سقفوا. احنا باذن الله هنديكم اكبر كم من المعلومات. انت كمان الجبنه بتتعمل ازاي؟ قربي المايك يا لما. اول حاجه بيحطوا دقيق، بعدين بيحطوا ميه ويقلبوها بتبقى جبنه. يعني بيحطوا دقيق؟ لا، انا عايزك تقولي بصوت عالي وبص لكاميرتك عشان دي معلومات قيمه وكل واحد بيقول معلومه غير التاني. ها، الجبنه بتتعمل ازاي؟ اول حاجه بيحطوا دقيق، بعديها بيحطوا ميه بتبقى وبيقلبوها بتبقى جبنه. هكذا بتتعمل الجبنه، صح؟ سقفوا لها يا جماعه. برافو برافو. اللي بيتفرج علينا، احنا برنامج عيال ملناش دعوه. ادي المايك معلش لمينا. مينا، الزبادي بقى بتتعمل ازاي؟ اللبن. ازاي بقى بيعملوها ازاي؟ بيحطوا لبن والانواع بقى الاطعمه بيحطوها. حلو. بيحطوا لو طعم الفراوله بيحطوا لبن على الفراوله، بعدين يحطوه في الثلاجه، بعدين يحطوه يعني هقول كل المكونات. اول هيحطوا له، بص الكاميرتا كنت بتقول المكونات، هيحطوا له لبن، بعدين المكونات يعني لو فراوله اي نوع هيحطوا له، وبعدين هيحطوا له نشا. نشا، هكذا بتتعمل الزبادي. ايوه. سقفوا له يا جماعه.
برنامج عيال ماليش دعوه. ادي لها المايك يا لبن. ساره، سؤال بقى محير، الجبنه الشيدر بقى بتتعمل ازاي؟ انا كبرت في دماغي ولازم اكل جبنه النهارده، لازم حد يعمل لي جبنه النهارده قبل ما نمشي. ها بص الكاميرتك ويقول لي الجبنه الشيدر بتتعمل ازاي. بيجيبوا دقيق وبيحطوا الجبنه في المكنه وبعديها تتعمل وبتبقى جبنه. جبنه يعني بيجيبوا دقيق؟ لا اشرحي لي تاني بصوت عالي، انا عايز اسمع، عايز اركز معاك يا كابتن ساره. نعم اديها كده المايك، عايز اسمعك بتقول ايه. كلنا سمعنا ما عدا انت. يعني ايه كلنا سمعنا ما عدا امتى؟ يعني كلنا سمعنا هي بتقول ازاي الجنة اتعملت وانت لا. انا اسف، حقك عليا، ايه الاحراج ده؟ شكرا شكرا. وبص لي بس بتعمل لي كده اللي هو يا خساره. طب قوليها بقى تاني بصوت عالي بقى، ايه رايك بقى عشان اسمع بقى عشان ماشي. التنمر مش حلو. يلا يا ساره قولي. هما بيحطوا دي على الجبنه ومن بعديها بيدخلوا الجبنه في المكنه ومن بعديها بتبقى جبنه. طيب سقفوا لها يا جماعه. انا عايز اقول لكل الناس اللي بتتفرج علينا، اوعى تطبقوا المعلومات دي في حياتكم عشان في الاخر هتاكلوا كشك، ولا هيبقى جبنه رومي ولا جبنه شيدر ولا جبنه اي جبنه. طيب انت بتضحكي ليه؟ اديني بس دقيقه معلش، بتضحكي ليه؟ قولي قولي قولي، ها بتضحكي ليه يا ترى؟ عشان الكشك؟ طيب يلا كلنا نبص للكاميرا، هنختم اهو، كلنا نبص للكاميرا، عايزين نقول لكل الناس استنونا يوم وقفة العيد في برنامج العيال مع بركات كويلة، يلا استنونا في وقفة العيد في برنامج العيال مع بركات كويلة، سلام. دلع 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 نفسنا، احنا نجوم ومفيش مفيش مفيش حد زينا. العيال مع بركات كويلة، العيال مع بركات كويلة، لو 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 ولا 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 ولا